شهدت منظومة مكافحة الفساد في مصر تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية. فقبل عام 2014 لم يكن لدى مصر استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد حتى إصدار تعديل دستور مصر 2014، والذي تضمنت مادته 218 التزام الدولة بمكافحة الفساد وقيام الهيئات والأجهزة المعنية وبإرادة سياسية صادقة ودعم دائم لجهود مكافحة الفساد. تم إطلاق الاستراتيجية الأولى والتي تحقق من خلالها نجاحات متميزة، ومن خلال سعي مصر إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر إطلاق رؤية مصر 2030 ورفع معدلات النمو الاقتصادي وإيمان مصر بأن القضاء على الفساد هو المفتاح السحري لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي بعد نجاحها في مواجهة الفساد والتصدي له بشتى صوره خلال الاستراتيجية الأولى. وتم إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية 2019-2022 والتي عالجت التحديات التي واجهتنا في متابعة تنفيذ المرحلة الأولى، وكان أبرزها صعوبة قياس التقدم الذي يتم إحرازه في التنفيذ ومعرفة قياس ما تم إنجازه من الخطة مقارنة بمستهدفاتها، حيث تم وضع نسب مئوية لكل هدف وإجراء بالاستراتيجية لتكون قابلة للقياس الكمي وبنسبة مئوية مقارنة بالمستهدف، حيث تمكننا حتى نهاية العام الثاني من المرحلة الثانية بالاستراتيجية من تنفيذ 60.95% من إجمالي الاستراتيجية. وكانت مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سبقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد من خلال أجهزة النيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال، بخلاف هيئة للرقابة الإدارية التي تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وينضم إلينا في هذه الوقفة الحوارية الأستاذ سامح القرم الخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك. أهلا بك فندم. أهلا بك بحضرتك. نبدأ ب يعني رحلة مكافحة الفساد في مصر، وكان صحيح. الترسيخ لها في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في عام 2014 بوجود مواد لم تكن موجودة في الدستور من صحيح. قبل. كيف كانت هذه بداية حقيقية لاستراتيجية مصر في مكافحة الفساد؟ والله طبعا أنت عارف أن الفساد ده يعني في بيصيب بعض الدول بيبقى أفة في المجتمع أجمع، وبيجعل في عدم نمو اقتصادي في هذه الدول، وبيؤثر على مؤسسات الدولة كاملة. ويمكن في الفترة الأخيرة في مصر هنا يعني شهدت المنظومة مكافحة الفساد تطور كبير جدا، لأن طبعا القيادة السياسية كانت حريصة على أن في 2014 ان يعني تحت شعار يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل في الاحتفالية بتاعت هيئة الرقابة الإدارية يعني شعار مكافحة الفساد في مصر، وبدأت في خطة بتتم من 2014 على ان احنا ازاي نبقى عندنا اجهزة شغالة على الموضوع ده واجهزة بتكافح الفساد في مصر لما يصيب من اضرار على الاقتصاد ونمو الاقتصادي، وبيصيب يعني انا بسمي وبأطلق على هذا الفساد بيبقى عامل زي السرطان الخبيث في الدولة وبيؤثر على جميع مؤسساتها، فلابد التعامل معه وعلاج ما هو يؤثر على مكافحة الفساد داخل أي دولة يعني. طيب أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد انطلقت من عام 2014 حتى 2019 انطلقت المرحلة الثانية منها. تمام. ما المقصود باستراتيجية مكافحة الفساد ولماذا هي على مراحل تكمل؟ هو طبعا حضرتك عشان نقول الاستراتيجية بيبقى ليها أهداف وبتبقى فيه خطة طبعا عشان أقدر أعمل حوكمة لجرائم الفساد التي بتتم. احنا النهاردة لو بصينا لأي مؤسسات في الدولة أكيد بيبقى فيه جزء فيه فساد، فإزاي أن أنا أفعل دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية، وده بيجي في ثلاث محاور مهمين عشان افعل هذه الاستراتيجيه، وده اللي فعلا بداوا يشتغلوا عليه. المحور الاول هو ازاي ان انا عندي قوانين اشتغل عليها واصدار القوانين واللوائح اللي بتنظم مكافحه الفساد. بيجي بعد كده دور الاجهزه الرقابيه اللي بتعمل نوع من التفعيل لهذه القوانين، وبيجي الاهم وده المحور المهم جدا اللي هي الاراده القياده السياسيه في متابعه وتشغيل وتفعيل المحورين السابقين عشان نقدر ان احنا نوصل بحوكمة ان احنا نحارب الفساد في مصر. وده طبعا استراتيجية موجودة
منظمة الأمم المتحدة بدأت إن هي تتفاعل معانا وتبدي يعني إعجابها بالتطور الملحوظ في مكافحة الفساد الفترة اللي فاتت. ويمكن إحنا كان قبل 2014 لو كنت تشوفي الأحداث عندنا في مصر كان فيه يعني بدأ الموضوع صحيح. يعني فبدأ بعد ثورة 2011 بقى 2014 النهاردة في 2023 في طبعا بنسمع ان الرقابة الإدارية النهاردة تم القبض على فلان في مسؤول في حتة فلانية وما بقاش في حد فوق القانون صحيح. في آلية بتنفذ القانون في الدولة وده المهم عشان أقدر أحافظ على مؤسسات الدولة صحيح. وأقدر أعمل نمو اقتصادي النهاردة أي مستثمر عشان ينزل أي دولة يعني خلينا نقول التجربة على كل الدول لأن الفساد موجود في الأرض يعني فالنهاردة أنا في مصر محافظة على مكافحة الفساد هقدر أفتح للمستثمرين أن هم يقدروا ينزلوا بثقة بثقة ويبقى عارف أن هو نازل في دولة تحترم القانون ودولة تفعل القانون صحيح. ودولة فيها أعرف أخد حقي ودولة أن أنا استثماري آمن وده بيجي من نقطة بيدخلنا أن مكافحة الفساد هي نقطة من نقاط الأمن والأمان صحيح. بس أنا عايزة أتوقف مع حضرتك عن نقطة مهمة ذكرتها هي الأول إقرار القانون ثم وضع آلية للتنفيذ والرقاب. كيف كان وضع الآلية لأنه إحنا بنبتدي فيها كنا ربما بمنظومة جديدة خالص إيه الآلية وإزاي يتم الرقاب على تنفيذ هذه الآلية؟ هي طبعا الآلية بتأتي من تفعيل القوانين على كافة مؤسسات الدولة من متابعة وتنفيذ لأحداث بيعيشها المواطن المصري في تعاملاته مع جميع مؤسسات الدولة وانبعاث الثقة الدائمة في التعاملات اليومية سواء من المؤسسات الحكومية سواء من موظفين سواء من رقابة على العاملين في الدولة سواء من رقابة على أي قطاع بيتعامل مع المواطن. وبالتالي في دي بيجي دور المجتمع مجتمعات المدنية ودور المواطنين ودور مؤسسات الدولة ودور المؤسسات الدينية ودور الجامعات كل الحوكمة اللي بتيجي من الاجتماع المشترك والتشارك ده بيديني ان انا اقدر اكافح ويبقى عندي نسبة مش هنقول ان احنا 100% بنكافح الفساد بس عندي من خطة استراتيجية تمت من 2014 ل 2019 جينا عملنا من 2019 لحد 2022 ف 2019-2022 قدرنا نعالج ونفعل الحاجات اللي احنا مشينا فيها في الاستراتيجية اللي قبليها وبالتالي وصلنا لنسبة 70% من ان احنا قدرنا نحقق سواء من الأجهزة التنفيذية النيابة العامة النهاردة بقى في اصدارات كتيرة الاحكام كتيرة في قضايا فساد النهاردة بقى في رقابة على القرارات نفسها لان الفساد متفشي في كل مجتمعنا سواء في اي مال عام موجود نوعياته كتيرة في اختلاسات في نوع من استغلال النفوذ في رشاوي في طبعا ده بيجي ان انا مكافحة الفساد بتخليني في عدالة اجتماعية واضحة حتى في التقدم للوظائف حتى في التقدم لبعض المناصب في الدولة وبالتالي القيادة السياسية مهتمة بهذا الأمر جدا فعلا في التاريخ السياسي للقيادة السياسية النهاردة محققة تارجت فيه كويس جدا في أنها قدرت تحاكم الفساد في مصر وهذا السرطان الخبيث الذي يصيب الاقتصاد المصري للدول جميعا. طيب ننتقل لنقطة تأثير مكافحة الفساد على الاقتصاد والاستثمار. اولا التأثير بيكون على الاستثمار الاجنبي ولا حتى المستثمرين المحليين؟ لا هو طبعا الاستثمار الاجنبي بيتأثر والاستثمار المحلي بيتأثر لان هي منظومة متكاملة وده اللي كان بيخلي منظمة الامم المتحدة النهاردة بتعمل يوم عالمي لمكافحة الفساد لان الفساد لما بيعم في مجتمع بالتالي بيصدر يعني حالة سلبية من الفوضى. وخلينا نشوف تجارب الدول الاخرى في مكافحة الفساد يمكن عندنا سنغافورة من الدول اللي كان فيها فساد كبير جدا وقدرت انها تشتغل على نفسها والنهاردة في حتة تانية خالص واقتصادها في حتة تانية وقدرت انها من دولة نامية قدرت انها بمحاربة الفساد قدرت انها تبقى في وضع تاني. وازاي ان هم نفذوا الكلام ده بتطبيق القوانين مفيش حد فوق القانون ازاي نحارب الفساد ازاي ان انا اقدر حوكمة تفيد الاقتصاد الدولة وتشجيع المستثمرين وتشجيع كافة المستثمرين الاجانب ان هم ينزلوا النهاردة مصر يحسين فعلا ان في اليات بتتم في مكافحة الدائمة والمراقبة على
اي جهاز في تعامل مع استثمارات او مواطنين او اقتصاد او اي مال عام طبيعي يعني. لان احنا يعني كلنا بنعيش الاحداث وبنشوف حواديت كتيره جدا في ملفات الفساد دي، ولكن احنا بنحس النهارده ان في تغيير. وطبعا ما ننساش نقطه مهمه جدا، هو التحول الرقمي في مكافحه الفساد. النهارده لما بيبقى في تحول اوصل لمرحله ان انا يبقى عندي القضايا النهارده على الاونلاين، شكاوى على الاونلاين، اقدر اعمل حوكمه الكترونيه في برضو انها تبقى من ضمن الاهداف الاستراتيجيه على المراحل القادمه ان شاء الله في هذا الملف يعني. اهم القوانين المتعلقه بمكافحه الفساد واللي حضرتك شايف انها ليها علاقه مباشره بالاقتصاد او عملت تشجيع وفارق كبير في مجال الاقتصاد والاستثمار؟ ولا قوانين يعني، بص حضرتك يعني اي قانون النهارده، قانون الاحوال الشخصيه، قوانين الاقتصاديه، قوانين اي قوانين النهارده بتتعرض على الساحة فيها نوع من الإفادة الكبيرة جدا لأي حد النهاردة موجود عايز النهاردة ان انت تراقبي على هذه القوانين، سواء الانتخابات، سواء ان عندك مثلا تقدم للوظائف. ففي قوانين النهاردة بتؤثر على قطاعات كلها، وبالتالي وجود القوانين وتفعيلها ووجود اللوائح وتفعيلها هو ده اللي بيخلينا النهاردة بقى عايشين في منظومة واحدة وبنحارب هدف واحد. النهارده عندنا يمكن بعض الناس بتعاني من اتحادات الملاك وتفاعلها والفساد، ده مال عام وده ملف، يمكن في قضيه كانت منظره قريب، في ناس بتعاني لان طبعا ده مال عام وفي فساد، وبالتالي ازاي ان انا اقدر ان انا بقدر الامكان اعمل حوكمه من خلال اجهزه رقابيه. في دور المؤسسات كلها، مؤسسات الدينيه مهم جدا بالتنوير والتوعيه اللازمه، وسائل الاعلام، مؤسسات الصحفيه، جامعات، المعاهد، مؤسسات الدوله بكافه قطاعاتها، كل ده بيؤثر على القوانين اللي بتتم في كل مؤسسه للحفاظ على العلاقه ما بين المواطن والفساد وما يتم من احداث رقابيه مهمه. ويمكن الاجهزه الرقابيه النهارده والهيئات القضائيه مفعله جدا الفتره دي في اي احكام بتصدر خلال يعني دعوة مستعجلة على طول عشان يبرز قضايا الفساد ويعالجها. النهاردة هيئة الرقابة الإدارية ودورها الكبير جدا اللي موجود في منظمة والتفاعل طبعا العالمي، لأن هيئة الرقابة الإدارية بالنسبة لنا هي هيئة من الهيئات اللي بتبقى فيها رقابة على مؤسسات الدولة ورقابة بالنسبة لنا عالمية، المحافظة على حقوق الإنسان. وده نقطة مهمة جدا النهارده، ان انت حق كإنسان في دولة او اي دولة او اي اجنبي. احنا عندنا النهارده يعني شوفي الجاليات من جميع الدول العربية والحاجات دي، لما بيجي يعيش في مصر ويحس بيه ان هو يقدر يعمل مشروع ويقدر يستثمر ويقدر يعمل اقتصاد ويعمل حياة لنفسه وهو عايش في قانون، حاسس ان هو حميه من الفساد. في حالات طبعا بتبقى موجودة على ارض الواقع، ولكن الأجهزة التنفيذية بتتعامل معها على طول، وزارة الداخلية بتتعامل مع الملفات مباشرة، في أجهزة للدولة بتخلي مصر في شكل تاني خالص. سؤالي الأخير لحضرتك عن مصادقة مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة ومن دول كتيرة جدا في الانضمام، وزي ما حضرتك قلت الرقابة بقى من كل أجهزتها من أجل العمل وفق هذه الاتفاقية. حضرتك بتشوف ازاي انه ده انه مكافحه الفساد تكون ضمن استراتيجيه اكبر على مستوى العالم؟ يمكن انا يمكن بيحضرني يعني ان في استراتيجيه في القران الكريم هو موجوده قبل ما تبقى موجوده في الامم المتحده وموجوده في القوانين بتاعها، ويمكن في ايه قرانيه يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. فطبعا إن الله لا يحب المفسدين، فالفساد ذكر في القرآن الكريم إن هو هيبقى موجود في الأرض فعلى الدول وعلى كافة الدول بكافة، إنها في كل دولة في لازم يبقى في مكافحة للفساد. وبالتالي منظمة الأمم المتحدة عملت يوم عالمي لهذا، وبدأت الملف ده من الملفات القوية لكل الدول، متمثلة في إن هي بتبدأ استراتيجيات بتتم، متابعة دورية، خطة زمنية، يعني بتفعل جميع الحاجات اللي نقدر تساعدنا على ان احنا نوصل في مرحله معينه ان احنا نوصل لنسبه كويسه جدا في يبقى عندنا
رقم، يمكن احنا كان زمان تعدادنا في الفساد ده كان 100 وحاجه على مستوى الدول، النهارده تقدمنا جدا وبقى عندنا في خلال الخمس ست سنين اللي فاتوا رقم متقدم جدا في مكافحه الفساد، ودي نقط ايجابيه، وده اللي بيخلينا ناكد على دور القياده السياسيه في دورها الرئيسي في هذا الملف بالذات، هو مكافحه الفساد في مصر للاستثمار الامن ونمو الاقتصاد المصري الفتره القادمه. شكرا جزيلا على وجودك معنا الأستاذ سامح القرم الخبير الاقتصادي. شكرا لك. شكرا، شرفت بك. أشكركم أيضا مشاهدينا على متابعتنا في حلقة اليوم من القاهرة، في الغد حلقة جديدة موضوعات أخرى فريق عمل آخر. إلى اللقاء.